حسابك يا اخي. محمد اقرب من حبيبي، محمد ليش العفو مصطفى حبيبي تنطيه خبر يقول يابا نحن خلي بالك اخفى عنده شغله. هو هويك اقول له لا ما اقول له اطلع. لا تقول له اطلع بس نحضر بس نحضر. لا هذا دوري. راح نشغل الاسيستنت. نختار نيو بروجكت WCDMA. البروجكت نيم هو على اسم السايت مثلا 4190. اوكي خاصة بي. انا راح نختار اللي خاصة بالبروب لانه ما عندنا هي جاهزة مال اسيستنت. اكو بعض الكودات تختلف. نرجع بعدين نختار هذا الاوبشن اللي هو apply the BTS config. حاليا نختار انالايز. شوف كم الامورات اللي صارت. انالايز من طبق اللي نحتاجه هو انه احنا نعمل اكسبورت على الماب للشيء المطلوب. فمثلا هو غاد من عندنا ار اس سي بي فاليو. اجي اعمل سيرش على ار اس سي بي، اختار الار اس سي بي فور فيرست بيست اكتف سيت ديسبلاي اون ماب. هذه اجي اعمل لها كابتشر واسيفه. بعدين طلب من عندي ال اي سي سلاش اي او، ايضا اختار البيست واسيفه. وبعدين طلب من عندي شنو؟ طلب من عندي ال بي اس سي صور اي سي كارت فيما يتعلق يعني نلغي السير موجود.
موجودة كلها في WCDNA هذا الـ RSCP وهذا الـ EC كلها موجودة لكن احنا نسيرش عن اختار for first best وناخذ الكابتشرات هذا كل ما في الموضوع بعد هذا احنا نسيف البروجيكت او ما تسيف البروجيكت هو ما يحتاج منك البروجيكت مجرد ان انت ولا فهمها